عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية برئاسة معالي السيدة فوزية زينب رئيسة مجلس النواب، وناقش المجلس رد الحكومة على 10 مقترحات قدمها السادة النواب، وركزت مداخلات النواب على المقترح الثالث الداعي لتدريب وتأهيل البحرينيين وإحلالهم مكان العمالة الأجنبية. جلسة مجلس النواب شهدت مناقشة ردود الحكومة على مقترحات النواب برغبة، وكان من بين 10 ردود من الحكومة الموقرة على المقترحات قد تصدر المداخلات مقترح تدريب وتأهيل البحرينيين وإحلالهم مكان العمالة الأجنبية في جميع القطاعات الحكومية بنسبة 90% خلال 4 سنوات. ناقشنا باستفاضة اليوم مجلس النواب مسألة إحلال البحرينيين للعمالة البحرينية في سوق العمل في القطاعين العام والخاص، وكان في تركيز كبير جدا على أن هناك عمالة أجنبية تستحوذ على كل الفرص تقريبا في سوق العمل، وهناك هيمنة كاملة تقريبا أو شبه كاملة على سوق العمل، وطبعا هذا يتناقض مع توجهات الدولة ومع يعني رغباتنا كنواب وطموحات الشعبية في مسألة أن يكون هناك بالفعل بحرنة يعني ليس لا تصدر فقط بكلام حبر على ورق، وإنما تكون بتوجيهات عليا بالضبط كما فعلت شقيقاتنا دول الجوار المملكة العربية السعودية، عمان، الكويت والإمارات. ممثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البعينين وزير شؤون المجلسين أشار إلى عدد من التوضيحات والإجراءات الهامة والواجب اتباعها وفق خطط تدريبية وتأهيلية. بالنسبة للحكومة وبالنسبة لديوان الخدمة المدنية تحديدا، ذكرنا في الرد طبعا عدد من المبادرات والبرامج التدريبية، أنه لا يمكن إحلال موظف مكان موظف إلا بعد تدريبه وتمكنه من المهارات والكفايات المطلوبة لشغل هذه الوظيفة. فهناك برنامج اللي هو برنامج الإحلال والتطوير مذكور في الرد تفاصيله. طبعا هناك أيضا كان بعض الملاحظات على قضيتنا الديوان الخدمة، يعني لم يطلب ميزانية لهذا البرنامج. الأمر اللي حصل أن في الديوان تم تقديم هذا البرنامج على غير من البرامج، فتم توفير الميزانية من خلال عملية داخلية في ميزانية الديوان. أقر هذا البرنامج اللي هو الإحلال والتطوير، قبل نهاية السنة إن شاء الله سوف يطرح للمناقصة من أجل الحصول على شركة استشارية تقوم بدراسة هذا الموضوع وبيان تفاصيل العملية إحلال وتطوير البحريني لكي يحل مكان الأجنبي. السادة النواب صوتوا لاختيار أعضاء اللجان الدائمة للنواب لتباشر عملها التشريعي والرقابي وفق اختصاصاتها ومجالاتها المتنوعة، ومن بينها لجنة الشؤون الخارجية والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع عن الوطني تكون من 7 أعضاء وتختص بدراسة الموقف الدولي والسياسة الدولية للبحرين، وكذلك الوقاية من الجرائم ومتابعة سياسات الأمن والدفاع الوطني. طبعا لجنة الخارجية دور العقد الأول كانت تكون من 7 أعضاء نفسهم عيد انتخابهم لنفس اللجنة. إلى جانب ردود الحكومة الموقرة على مقترحات النواب برغبة، بقي ملف إحلال المواطن بدلا عن الأجنبي موضع النقاش وتبادل الآراء حول آفاق هذا الملف الهام. تبادل الآراء على اختلافها وتنوعها لا يفسد ود التوافق حول إعطاء المواطن البحريني الأولوية في التوظيف، ولكنه كذلك يستوجب عدم إغفال حجم الإجراءات والدراسة الموضوعية لهذا الملف من قبل الجهات المعنية في الحكومة الموقرة. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.